وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سلامي من سلامي للوجوه الحاضرة. حاضر. تسليم قصيدي يساري والإيمان. أنا سلامي للوجوه الحاضرة تسليم قصيدي يساري والإيمان. جينا على حسب الوفاء ذي بيننا لحنا ويافع دائما طول الزمن. سلامي للوجوه الحاضرة تسليم قصيدي يساري والإيمان. سلامي للوجوه الحاضر. يا يافع الشامخ سلام 400 ما كل موسم جا وله بارد. وشان يا يافع الشامخ سلام 400 ما كل موسم جا وله بارد. وشان عاد المواسم اصحابنا عاد المواسم مقبله ما بيجينا الخوف من حيث الامان. سلامي يا يافع الشامخ سلام 400 ما كل موسم جا وله بارد. وشان يا يافع الشامخ سلام 400 ما كل موسم جا وله بارد. ما كل موسم جاب له بارق وشاد. يا يا غشا مخسر 400 ما كل موسم جاب له بارق وشاد. يا غشا مخسر 400 ما كل موسم جاب له بارق وشاد. الله خدمة من قدموا عليكم من أصحابنا أهل حميقان ومشايخ البيضة الشيخ محمد أم رصاص والشيخ صالح أبرص العواضي وأصحابكم أهل حميقان. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوجد في كل بيت قالوا في كل ديرة عارف وسارف ولا عطل مسارف تحملها معارف. ويافع الوفاء ذي بيننا وبينها ما هوش عادة حديث. مول مع مول ومشيبه مع مشيبه والجد مع الجد وإن شاء الله أن متالي مع التالي. لكن جات هذه الأمور وهذه السياسة وصرفت بعض أبناء القبائل وقع ما وقع. ويافع برجالها ومشايخها وجبالها وبيوتها عزيزة وغالية علينا ومقامها كبير عندنا وكفاها عظيم وشرفها يعني ما نحتاج في هذا المقام أن نذكره.
وحدث ما حدث وكثر الله خير أصحابنا أهل يافع أن عادهم روحونا ببندق، وهذا يدل على شرفهم وعلى عرفهم وعلى كرم أصلهم، ومعاهم 2 بنادق مننا ذي روحتهم، ونحن بنلحق فوقها هذه البنادق تحكيم ليافع في ساحتها، ويحملون مثقيل لو تحملونها جبال يافع بالشلها، ونحن مرتاحين ولا عندنا أي شور، ومشرفين حكمكم قبل ما نسمعه، وهذه بنادقنا تحكيم ليافع ويتحكم، والشيخ محمد الرصاص والشيخ صالح العواضي ما هم جيد مشايخ البيضاء محكمه مع الحميقان، وذيبة تحكموا به علينا، رحنا شالينه وقابلينه ومشرفينه قبل ما نسمعه، وسلامة حياكم الله ليافع، حيا الله من أعلم، وأهلا وسهلا بكم، وحيا الله وصوكم. نقول يا مرحبا حيا تراحيب المطر، حيا بكم يا ذي ولبتوا عندنا ما تبصق البيضة على شماخ نكوس، حيا بكم لا حد ما حمي حدته وكر النمارة من صليبين الرؤوس. نقول يا حيا تحية وارحبوا بالعطر والكاذي شمطري والبحوس، حيا بكم يا ذي ولبتوا عندنا، حيا على راسي ومن فوق المصر مقدار يتقسم على كل الرؤوس، الخطأ والزلل بيحصل ما بين الغبل، والذي حصل وجرى لا بإرادتكم ولا بشوركم، ولكن كهذا خطأ حصل والرجال عقله، والذي قدم والحكمة حصله، والذي قدم التحكيم السابق الذي يروح أبنائنا هو من بدأ بلم الشمل وسد البزغ الذي حصل. أما وصولكم وموصلكم وحضوركم ودفرتكم وأوجيهكم أنتوا يا الحميقان ومن حضر معاكم، فقد شلت الشيء الذي كان بالوسط بكله، واليوم نحن مستعدين، نحن وياكم كل منا دفال صاحبه، والمرحلة القادمة الصعيبة ويدنا مع يدكم، ومحجانا ومحجاكم، وحجرتنا وحجرتكم، ومالنا ومالكم في اتجاه تحقيق تصحيح المسار والعمل من أجل ضم الجراح ولم الشمل وتوحيد الكلمة وإقامة اليمن الجديد إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وأنتم ضيوفنا، المائدة حاصلة والسفرة واصلة إن شاء الله، وأنتم ضيوفنا وعلى الرحب والسعة وعلى العين والرأس، والذي حصل امتسح وبدأنا جدد، ونحن وياكم متحاوين ومصاحبين حسب ما مر عليه الآباء والأجداد بالوفاء والجود والجميل وللأحسن إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم، بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم يا أهل يافع على بلادكم، وشرف مقامكم، وهذا من عظيم كرمكم، وقد شرفتونا هذا التشريف الذي شرفتونا فيه، فنطلب منكم تسمحوا لنا ونرجع، وهذا إن شاء الله والله أنها أعظم يعني ضيافة قدمتوها وقدر قدمتوها لنا، أنكم ما سمعنا من الشيخ عبد القوي، إن شاء الله ورانا راجعين. ما دخل من دخل محيا، حيا بمن شرف ونور دارنا، ابن الحميقاني سندنا والضمان، يا جارنا يا عزنا يا فخرنا، اخي وجاري مرحبا قدرك مصان، باسم يافع مرحبا باخواننا، واسم ابن شيهون من لهم بالخير شان، اهل الحميقان اهلنا وانسابنا، اهدي لكم تقدير يافع، اهدي لكم التقدير يافع كل شان، ما مكان ضيفنا حدقات عيوننا، طبع القبيلين يحافظ على البنان، معي وصيه من زمان اجدادنا، ان الحميقاني اخونا من زمان، يشهد لهم تاريخ في اسجالنا، لهم مواقف قد حوت كل العسان، فخر التواضع جيت بتحكم لنا، ولك جمايل عاد يافع لك مدان، يا من فديتهم في دماكم لجلنا، قد صار قدرك بالسماء بعلى مكان، ان الشهيد اللي سقط من اجلنا كفيل يمنح حب يافع والحنان، ان الشهيد اللي سقط من اجلنا كفيل يمنح حب يافع والحنان، حكمت يافع واسمعوا ما حكمنا، حكمين بقوتكم وتحقيق الامان، حكمت يافع واسمعوا ما حكمنا، حكمين بقوتكم وتحقيق الامان، تبقى المروه والوفاء ما بيننا، دعوه اخال العمر لا دعوه ثمان، لا تبقى المخوه والوفاء ما بيننا، دعوه اخال العمر لا دعوه ثمان، لو ما صالحنا ونرحم بعضنا ما ظن يصلح بيننا كوفي عنان، لو ما صالحنا ونرحم بعضنا
ما أظن يصلح بيننا كوفي عنان، واليوم ثورة نابعة من شعبنا، وليس يملكها فلانة وام فلان، واليوم ثورة نابعة من شعبنا وليس يملكها فلانة أو فلان. صلوا على المختار ذي شلنا بيننا الإيمان والحكمة يمان.